طبعا مثل ما يكون شايفين الشغل الموزايك او بالعربي الفسيفساء، بس اصل الكلمه هي اغريقيه يونانيه وتعني الموزايك، يعني كلمتين باليوناني القطع الصغيره، وهي عباره عن فن من فنون الحجر، من اهم فنون الحجر. يعني كانت تمثل قبل عند الاغريق وعند اليونان وعند الرومان، يمثلوا الحياه كيف كانوا يعيشوا، اشو كانوا ياكلوا، اشو كانوا يلبسوا. اللوحات جسدت الاساطير، الملوك، الكنائس، الاسماء القديمه، يعني عطت شامل التاريخ القديم. طبعا نحن يعني بننتمي لاحسن منطقه في الفن هذا، منطقه معاره النعمان. معارة النعمان هي من أشهر المناطق في العالم في الحرفة هاي قديما، من على زمن الرومان. ومتحف معارة النعمان يعد من أكبر متاحف العالم في هالمادة هاي، وأكبر كمية في العالم بيحويها متحف معارة النعمان في سيفوساء. وطبعا نحن يعني خلال دراستي، أنا دراستي فنية فنون جميلة، وحبيت أحيي المهدي هاي القديمة. هالشيء الحكي هذا صار له يعني من 96 بلشنا في كبداية، وكان طبعا اللوحات يعني بسيطة والمواد ما هي متوفرة مظبوط. حتى الدولة كانت لاحقنا انه بتقلدوا آثار، عم نشتغل آثار قديمة او شيء. بعدين تفهموا الموضوع انه هذا الفن يعني ومن ناحية التراث، وصاروا يشجعونا طبعا اول شيء. بعدين يعني انطلقنا، أكثر الشغل كان بلبنان يعني. بعدين إجت الثورة، الثورة السورية أثرت علينا كثير من ناحية التصدير، يعني ما بقى نحسن نصدر البضاعة خالص، ما بقى نحسن نجيب المواد الأولية اللي هي مثل الشعلي، المادة اللاصقة، مثل الشبك اللي بنصف عليه الحجر هذا، مثل الحجار كمان، لأنه قسم كبير من الحجر نحن بهمنا الألوان الحجر، قسم كبير مستورد من هند، من إيطاليا، من تركيا، من فاضطرنا الظروف هاي إنه نجي على تركيا مشان نتابع الشغل. طبعا كان عندنا مشغل بكفرنبيل، وهي طبعا مشهورة بهالشغل هذا. جينا على تركيا من شيء 3 سنين وأسسنا شركة، مثل ما انتم شايفين أسسنا شركة، وجبت بعض العمال طبعا اللي كانوا بيشتغلوا معه من هونيك، وعددهم شيء 30 واحد، وصرنا نشتغل هوني أنا وأخوي. يعني صرنا فتحنا الشغل وصرنا نشتغل. بلشنا في العمل هذا من سنة 1996، طبعا كانت بسيطة يعني، كانت مجرد العائلة عن نطاق ضيق. بعدين وسعنا العمل يعني أنا وأخوتي، وصرنا نجيب ناس يعني مهتمين بالرسم وبالنحت، عندهم خبرة يعني في الفن، وصرنا ندربهم لحتى صار عندنا كادر. يعني وصل عدد العمال عندنا بكفرنبيل بإدلب لل100 عامل بالمشغل. كان عندنا 100 شخص يشتغلوا في هالشغلة هاي الموزايك، وصل إنتاجنا لل200 متر شهريا. وكانت طبعا أكثر الدول اللي تأخذ منا عن طريق لبنان، تصدر لأوروبا، لأمريكا، لروسيا، لكازاخستان، للسعودية وقطر، هلق بشكل كبير يعني من تركيا كمان هلق. يعني تابعنا التصدير بس من هون من تركيا، نظرا للظروف الصعبة اللي مرينا فيها أثناء الثورة، وما قدرنا نجي نحسن نصدر يعني. منعوا التصدير عنا، المناطق المحررة منعوا التصدير، منعوا المواد، كل شيء يجي عليها يعني مواد، يعني طبعا بتخص هالمادة هاي الموزايك، يعني في لها مواد يعني، ومواد يعني طلبها قليل يعني ما بتجي كتير. اضطرينا نجي على تركيا ومثل ما قلت لك نشتغل على الشغل هذا.
طبعا نحن بلشنا بسوريا من 1996، اول ما اشتغل بهالشغله اخوي محمد، طبعا هو استاذ فنون، وعلمنا نحن اخوته، علمنا اهلنا كلياتنا، اشتغلنا في هالشغله، فتحنا مجال تعليم بسوريا، اشتغلوا عنا عمال، جبنا عمال، يعني وصلوا العمال تقريبا 100 عامل، هول طلعوا معلمين قعدوا يشتغلوا، وضلينا متابعين تصدير على لبنان على الدول. طبعا جينا لهون على تركيا، هون لقينا صعوبة شوي، أول سنة لقينا صعوبة يعني بالتعامل، بالشغل، بالإنتاج، بكذا، بالتسويق يعني لقينا صعوبة شوي. ضلينا تقريبا السنة، بعدين مشي حال، قعدنا نسوق لأمريكا، للسعودية، لقطر، لروسيا، قعدنا نصدق لكل هالدول. يعني هلا عنا تقريبا ما يجاوز مثلا 50 عامي موجودين عم يشتغلوا، وهلا فتحنا مجال لتعليم النساء الشهداء والمعتقلين. اي هلا خلال ايام ان شاء الله، يعني ايام قليله، شهر اسبوع 7 ايام، بدنا نبلش شغل تعليم النساء. Thank you.